بقول لك يا معلم، تصور بدي ولا تصور بدي؟ بجد مش فارقه يعني، المهم تصور مع العلامه. بس دي حلوه ودي حلوه. بجد مش فارقه، المهم العلامه. هتصور بدي بس برضه دي. كابتن، هتصور مع العلبه دي ولا لا؟ اتفضل، خد دورك في الطابور. كل واحد بس يقف في الطابور يا جماعه بالراحه، وهندخل نصور بعد اذنك. استاذ اقف في الطابور بعد اذن حضرتك بالرقم زي ما انت كده. استاذنكم بس اما نتصور نبين العلامه اهم حاجه. حضرتك استاذه نمتي جوه؟ خلاص تمام، اتفضلي. شكرا، شرفتين. اتفضل يا استاذ، اتفضل، نور الدنيا. حضرتك منور الدنيا. لان العلبه اللي عليها العلامه مهمه، اتصور معاها بذمه. اتصور مع اي منتج عليه علامه صحتك في العلبه دي، واعمل شير لصورتك على صفحتنا على الفيسبوك، وممكن تكون من المحظوظين اللي هيكسبوا اسام شراء ب 5000، 3000 او 2000 جنيه. صحتك في العلبه دي.